اهلا حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وروتين جديد. وقبل ما نبداو ما تنسوش كامل تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعوا لاخواننا في غزه باش ربي ان شاء الله ينصرهم وينصر الاسلام والمسلمين وين ما كانوا. الفيديو تاع اليوم راح يكون بزاف متنوع، تبعوه معايا للاخر. على بالي بلي كاين بزاف فينا اللي راهم ضايعين وما راهمش راضيين على نهارهم كيفاش راهو يجوز. دونك حبوبات راح نشارككم بعض الافكار وبعض العادات اللي لازم تولفوهم لانفسكم باش نهاركم يجوز منجز وباش ما يضيع لكمش وقتكم هكذا كبرك، وباش تكونوا راضيين على نهاركم وعلى وقتكم كيفاش راكم تجوزوه. قبل ما نبداو حبوبات ما تنساوش ديروا لي لايك. على بالكم يا البنات كي ديروا لي لايك لا فيديو تطلع ويشوفوها اكبر عدد من الناس، وهذا يخليني نتشجع وندير لكم فيديوهات وما نطولش عليكم. والله يا البنات كي نشوف لي في يطلعوا لي ولي جام ما يطلعوش المورال ديالي يهبط ونعجز باش نصور لكم وندير لكم روتينات. دونك حبوبات شجعوني بلي لايك ديالكم وخلوا لي كومنتار مشجع يخليني نفرح ويطلع لي المورال ونصور لكم فيديو على الاقل كل يومين ولا كل 3 ايام. كما راكم تشوفوا خياتي بديت لكم لا روتين بروتيني الصباحي اللي نديرو كل يوم باش نحافظ على البشره ديالي وباش ما تنشفليش لابو ديالي. كما شفتوا خياتي دائما كي تنوضوا الصباح اغسلوا وجهكم بصابون يكون خاص بالوجه ديالكم وشروه على حساب نوع البشره ديالكم اذا كانت دهنيه ولا اذا كانت ناشفه ولا اذا كانت عاديه. ومن بعد حبوبات اذا كان عندكم ماء الورد رشوه على وجهكم، ولازم تكونوا حطيتوه في الفريجيدار باش يبرد لكم باش يدير لكم انتعاش لوجهكم. وثاني ما تنساوش تبغوصيو سنانكم دائما باش تحافظوا على هذيك الابتسامه ديالكم. وثاني حبوبات اذا كنتوا تخرجوا صباح برا لازم دائما رطبوا وجهكم وديروا ايكرون توتال باش تحموا لابو ديالكم من الاشعه تاع الشمس. مالغري الشمس ما راهيش قويه مي لازم تحموا الوجه ديالكم. وثاني حبوبات لازم تحافظوا على الرطوبه تاع يديكم وترطبوهم صباح وعشيه سختو مع هاد الوقت اللي رانا فيه راهم ينشفوا يدينا بزاف بزاف. ما على باليش نتوما اسكو يديكم راهم ينشفوا ولا لا، لمي انا يا البنات سختو مع من داك هكذا نغسل الحوايج تاع محمد بيديا سختو اذا كانوا زعما ماشي موسخين بزاف ولا يديا ينشفوا. فوالا خياتي درت روتيني الصباحي للعنايه، ولهنا كان عندي شويه كاطو قعد لي من الفيونساي تاع اختي خبيتو هكذا ودوك جبتو باش نتقهوى كل نهار ونهار وكل نهار وباركتو. كما يقول لك الجود من الموجود، كل نهار حبيباتي واش يكون كاين باش نتقهوى به، ماشي لازم دائما يكون عندنا ولا لازم زعما نسيفو على الازواج ديالنا باش يجيبو لنا. لازم انت تاني تكوني شاطره توجدي حاجه هكذا في الدار، حاجه خفيفه مسكوتشو ولا حلوه الطابع سورتو اذا كانوا عندك دراري باش يتقهوا الصباح قبل ما يروحوا يقراو. ولا هنا حبوبات كما راكم تشوفوا كاين واحد المشتركه قالت لي علاش ما راكيش تشاركينا بوشراكه اللبسي. كنت دائما ندخل لكم في الروتينات هاد الفقره تاع واش نلبس في نهاري ولا في الليل كي نجي نرقد، وصراحه استهزيت هكذا في بعض الفيديوهات ورجعت ما نصور لكمش. كي قالت لي حبيت نصور لكم واش راني حنلبس، لبست هذاك لو اوكي ما راكم تشوفوا فيه جاي تاع الصوف رقيقه وجاي هكا دافي مالغري كما شفتوا جاي ديكولتي وجاي عريان، مي دوك تشوفوا واش راني حنزيد له من الفوق. ولبست معاه هذا البنطالون كما راكم تشوفوا خياتي جاي تاع الدان قماشو بزاف هايل ويدفي سختو مع رانا بدا يبرد الحال شويه هذا واش يوالم. وشوفوا خياتي ماشي لازم تلبسوا بيجاما ولا تلبسوا زعما جبه باش ديروا الشغل، البسوا الحاجه اللي تكونوا نتوما فيها مرتاحين. صراحه انا نحب النواف في اللبسه، ماشي لازم نلبس بيجاما ندير بها شغلي ولا جبه معناتها ما تقيدش كامل هكذا بالعفايس اللي دائما يديروهم الناس. نلبس الحاجه اللي نكون فيها انا مرتاحه او ميم طون نبان قدام زوجي كلاصكم تعرفوا يا البنات. ولهنا حبيت نزيد نلبس فوقها هاد شوميزي اللي جايه ترونسبارونت كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم الحال راهو شويه بارد على بها زدتها من الفوق باش هكذا تخليني دافيه شويه وفي نفس الوقت تمدلي منظر شباب. شوفوا حبوبات على بالي بلي كاين فينا بزاف اللي راهم يعانوا من ضياع اليوم ديالهم، يقعدوا هكذا في الليل كي يجوا يرقدوا يقعدوا يخمو يلقاو بلي نهارهم جاز هكذا كبرك والساعات تاع اليوم ديالهم جازوا هكذا كبرك وما داروا حتى حاجه
بالمقارنه مع واحد اخرى زعما صاحبتك ولا جارتك، ولا تلقايها اذا راهي تخدم دارت كاش حاجه، ولا راهي تتعلم تعلمت كاش حاجه، كاش صنعه، كاش حرفه، دارت ستاج، وانت نهارك راهو يجوز هكذاك برك وما على بالكش كامل علاش نهارك راهو يجوز هكذاك. دونك حبوبات، حبيت نشارككم بعض النصائح اللي راحين يفيدوكم، وتاني بعض العادات اذا درتوهم نهاركم راح يجوز منجز، وتاني تراكم رايحين ترضاو عليه كي تجو ترقدوا في الليل وتقعدوا تخموا واش درتوا، تلقاو بلي نهاركم جاز ما شاء الله. اول حاجه ننصحك بها حبيبتي هي لازم تحافظي على صلاتك في وقتها، تصلي صلاه الصبح في وقتها، لخاطرش كي تنوضي تصليها يعطيك ربي سبحانه واحد البركه ويبارك لك في نهارك، وراه راح يجوز نهارك ما شاء الله. واذا كنتي تصلي كامل الصلوات في وقتهم نهارك راه راح يكون منظم. حبيت نبدا لكم بهذه النصيحه الدينيه، ومن بعد باش نروح نعطيكم النصائح الاخرين. واول نصيحه راح نشارككم بها هي لازم تقطعوا الاتصال ولا العلاقه ديالكم مع الاقارب ولا مع الناس ولا مع الجيران اللي يضيعوا لكم وقتكم. شوفي حبيبتي اذا كانت عندك اختك ولا المهم وحده من الاقارب ديالك غير تنوضي صباح ولا زعما هكا في وسط النهار، ولا سختو اذا كنتي تعيطي لها صباح ربي، غير قطعي معاها العلاقه ديالك ورجعي ما تعيطي لهاش كامل مع صباح. كيما على بالكم كي نوضوا الصباح لازم نوضوا اون فور، لازم نوضوا نروحوا لشغلنا نروحوا لشغالاتنا باش نديماريو نهارنا بايجابيه. كنت تعرفوا يا البنات، ايماجيني انتيا راكي تقصري مع اختك وعطاتك خبر ماشي مليح، نهارك كامل راهو رايح يجوز ماشي مليح بسبب هذاك الخبر اللي سمعتيه. على بها حبيباتي لازم تقطعوا الاتصالات مع الاقارب ديالكم مع الصباح، سيو كيفاش خلوهم حتى العشيه كامل باش ما يضيعش وقتكم، على خاطرش كاين بزاف اللي يهضروا بالساعه زد سوايع وهما يهضروا. هي ما تنوضش بكري، تنوض 8 ولا 9 بعد زيد تجيب ساعه ولا زد سوايع وهي تهضر مع اختها، ولا حتى تلقاها لحقت 10 ولا 11 ومن بعد تلقى روحها ما دارت حتى حاجه، ما وجدت فطور لولادها، ما خدمت شغلها، تلقى روحها هكذاك برك قاعده ما دارت حتى حاجه، ومن بعد تقول لك ما درت والو والمورال اللي هبط لها. دونك حبيبتي مانيش نقول لك بلي قطعي العلاقه مع الاقارب ديالك، راني نقول لك نظمي الوقت اللي تهضري فيه مع الاقارب ديالك. فوالا خياتي. والنصيحه الثانيه لازم تبعدوا على المواقع التواصل الاجتماعي صباح ربي كي تنوضوا، ولا مدوا لهم وقت مخصص. باغ اكزومبل اذا زعما لقيتي روحك تتفرجي بزاف لانستا ولا تيك توك ولا اليوتيوب، تدخلي لهم بزاف صباح تقعدي معاهم بالسوايع، سي كيفاش مدي لهم نص ساعه من وقتك صباح كي تنوضي، خصي نص ساعه لمواقع التواصل الاجتماعي، اضربي لهم طله كامل شويه شويه شويه، غير تخلص لك هذيك النص ساعه نوضي لشغلك. لهنا حبوبات قبل ما يفوتني الفيديو حبيت ندير بيتزا وشاركتكم بالوصفه، دوك نخليها لكم مكتوبه، وفي نفس الوقت نقول لكم المقادير. شوفوا خياتي انا نخلي لكم الوصفه الاصليه مكتوبه، سينو انا كنت درت كميه كبيره معناتها ضاعفت الكميه، وكنت حطيت زوج حبات بيض، زوج كيسان حليب، نص كاس زيت، وزوج ملاعق كبار تاع السكر، وزوج ملاعق كبار تاع الخميره، وزدت لها الملح، والملح زيدوه على حساب الحاجه، وزدت لها مغرف صغيره تاع الخل، والخل يعتبر محسن يخلي لكم البيتزا ديالكم بزاف خفيفه وهشيشه. واش نحكي لكم يا البنات، جربوا هذه الوصفه ناجحه 100%، دوك تشوفوا معايا النتيجه. ومن بعد زدت لها الفارينه وزدت لها كيس تاع الخميره الكيميائيه، استعملت نواره تعطيني نتيجه بزاف هايله. ومن بعد طميت كامل هذا الخليط وخليت العجينه تتلاصق، خليتها بزاف طريه، دوك تشوفوا معايا حبيباتي في لا فيديو. اذا حبيتوا تنجح لكم تبعوا كامل الخطوات اللي قلت لكم عليهم. وقبل ما ننسى حبوبات، كاين واحد الاخت خديجه بقدور، ان شاء الله نكون ذكرت الاسم ديالها صحيح، قالت لكم دعوا لي باش ربي ان شاء الله يرزقني بالذريه الصالحه. نقول لك حبيبتي ان شاء الله ربي يفتح حزامك، وان شاء الله ربي يرزقك الذريه الصالحه ويرزقك كامل، واش راكي متمنيه انت وكامل حبيباتي، ان شاء الله ربي يرزقكم كامل واش راكم متمنين. دوك حبوبات نرجعوا لموضوعنا،
كما قلت لكم لازم تاني تتبعدوا على حياتكم كامل الناس السلبيين، لأنهم يأثروا عليكم، على المورال ديالكم، على حياتكم، على كل حاجة. إيماجينيتي تكوني لاباس بيك في دارك مع أولادك مع رجلك، المورال ديالك يكون طالع، حتى تخرجي تقصري مع جارتك ولا مهم مع أي وحدة تقصري معاها، تبدأ تحكي لك في العفيس اللي صراو لها، العفيس اللي عيانين الدنيا، المهم تحكي لك غير العفيس السلبيين. ايماجيني انت كتدخلي لدارك تروحي تقابلي راجلك، قبل كنتي تضحكي معاه وتقصري معاه هو وولادك، كنتي تقصري معاهم، ومن بعد دخلي لهم بوجه مكتئب، دخلي لهم بهذاك الوجه العابس، حتى هو يحير يقول او هذه مش بها غير قبل لاباس بها. دونك حبيبتي لازم تبعدي على الناس السلبيين اللي في حياتك، ولا تسيي كيفاش تتجنبيهم. كما راكم تشوفوا خياتي، العجينه تاع البيتزا ديالي خليتها تتلاصق في يدي، ومن بعد جبت مغرف تاع الزبده ذوبتها فيها وبديت نعجن فيها، عجنوها غير زوج دقائق ولا ثلاثه كما راكم تشوفوا. كما تقولي ماما ديها وجيبيها هذا ما كان، ومن بعد غير ذوب هذيك الزبده ترجع ما تلاصق لكمش في يدكم. جيبوا ريسيبيون ولا جيبوا كاش حاجه وحطوها فيها وغطوها وخلوها تخمر لكم، على حساب اذا كنتوا في الصيف ولا في الشتاء. اذا كنتوا في الصيف تاخذ لكم نص ساعه ما تزيدش، واذا كنتوا في الشتاء تاخذ لكم حتى 40 دقيقه حتى 50 دقيقه باش تخمر لكم. فوالا خياتي، غطيت عليها في هذا الريسيبيون وخليتها، ورحت نوجد لاصوص طوماط ديالي لهنا، حبوبات كنت قطعت طوماطيش كونتيتي لاباس بها بقشورها، وحطيتها طابت لي، زدت لها غير الملح وزدت لها شويه تاع السكر باش نقص لها في القرصيه ديالها، وكي طابت لي زدت لها هاد الاعشاب العطريه. كما على بالكم لازم تزيدوهم في لاصوص تاع البيتزا، يمدوا لنا ريحه بزاف شابه. شوفوا خياتي، اذا حبيتوا لاصوص ديالكم تجيكم حمراء، طيبوا الطوماطيش ديالكم بالقشور ديالها، يزيد لها واحد البنه، ويزيد لها ثاني فلاكولور ديالها. لهنا حبوبات ميكسيتها بهاد البراميكسور، كما راكم تشوفوا جاتني شويه جاريه، مازالها شويه ليكيد، تقدروا ترحوها كما درت انا لهنا، رحيتها ومن بعد عاود حطيتها، غلات لي شويه باش تقالت لي شويه. فوالا خياتي، على بالي بلي كامل تعرفوا ديروا البيتزا وتعرفوا ديروا لاصوص، المهم تعرفوا ديروا كل حاجه. مي شوفوا خياتي، انا كنشارككم بالوصفات، ديروا في بالكم بلي الوصفات ديالي ناجحين 100%. وتاني مانيش نشارككم الوصفات باش نعلمكم، ولا على بالي بلي كامل تعرفوا شاطرين، الله يبارك عليكم. لهنا حبيت نوجد لها شويه تاع الدجاج، شويه بصل، شويه طرشي، راكم تعرفوا الشباحات اللي يجوا فوق البيتزا. وتن حبيبتي، اذا حبيتي نهارك يجوز منجز وما يجوزش هكذاك برك، قبل ما ترقدي ديري لا ليست تاع المهام اليوميه تاع غدوه من داك، ولا تو دو ليست، ابداي اكتبي بلي عندي غسلت حوايج، عندي نطيب الحاجه الفلانيه، زعما عندي ميناج لا شومبر ولا الكوزينه، ولا زعما عندي نغسل لي سانيتير. المهم حبيبتي، اي حاجه تكون عندك اكتبيها، اي حاجه زعما راكي حابه ديريها غدوه من داك اكتبيها في الليل، باش غدوه من داك الصباح كي تنوضي نوضي مباشره عقلك مبروغرامي واش راكي رايحه ديري، ماشي تقعدي تخمي واش راني رايحه ندير ولا واش راني رايحه نطيب. باغ اكزومبل كتبتي بلي غدوه عندي لوبيا ولا عدس، شوفي انتيا تكوني شفتي في الليل واش عندك خضره، واش عندك المهم واش عندك في الفريجيدير، هكذا راكي رايحه تنوضي غدوه من داك الصباح مباشره تروحي طيبي الحاجه اللي راكي مبروغراميه باش طيبيها، ما راهيش راحه تتلفلك. ومن بعد حبيبتي فطورك راهو يطيب، وانتيا راكي تروحي تغسلي لي سانيتير ولا تروحي ديري الميناج الكاش شامبر، المهم ديري هذيك الحاجه اللي راكي رايحه ديريها. وتاني حبيباتي سيو كيفاش كتبوا المهام اليوميه وخدموهم من الاسهل للاصعب. باغ اكزومبل عندك مسيح تاع غبره، بين بلي حتسبقي في مسيح تاع الغبره، ومن بعد باش تروحي للسياق ولا تغسلي لي سانيتير كما قلت لكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وتاني حبيبتي نصيحه واحده اخرى، لازم تكون عندك القناعه، ماشي زعما تشوفي وحده عندها حياه واو تروحي انتيا تكرهي حياتك، تقعدي غير تقولي على هذيك ربي عطاها وانا ما عطانيش، لازم تكون عندك القناعه. كما على بالكم القناعه كنز لا يفنى، دونك حبيبتي لازم تكوني مقتنعه بالحاله اللي عطاها لك ربي سبحانه.
مي كاينه حاجه حبيبتي لازم انتيا مالغي راكي مقتنعه بواش عطاك ربي لازم تسيي كيفاش تحسني من الوضع ديالك. اذا كان الزوج ديالك خدام ويمدلك المصروف سيي كيفاش خبي شي ليكترومينجي ولا زعما ديري شحيحه خبي شي حاجه اللي تكون خاصاتك. واذا كنتي في بلاصه زعما فيها الخدمه تقدري تخدمي على روحك تخدمي زعما المحاجب ولا المسمن ولا تخدمي كسرة ولا تخدمي الكاطو. المهم كما على بالكم المرأة الماكيتة في البيت كاين بزاف مشاريع تقدر ديرهم باش تدخل مصروف سختو في هذا الوقت اللي رانا فيه في عصر التكنولوجيا حاجة ما ولات صعيبة. وتال حبيبتي لازم دايما ترتبي البيت ديالك وما تخليش هكذاك مكركب مالغري الدراري يخربوا انتي سقمي موراهم. كما على بالكم كي يكون البيت مكركب يخليكم تنفروا والنفس ديالكم تهرب وتقعدوا هكذاك مقلقين. وتال نصيحه مهمه حبيبتي سي كيفاش وقتك جوزيه مع اولادك ماشي تجوزيه مع المسلسلات سورتو لي تفرجوا 3 ولا 4 مسلسلات في النهار على بالكم خياتي 3 سوايع ولا 4 من نهاركم يروحوا هكذاك برك غير في التفرج. سي على الاقل تفرجي غير مسلسل واحد في النهار وهذاك الوقت اللي يقعد لك سي كيفاش قري فيه ولادك ولا راجعي لهم ولا ديري كاش حاجه تعلميها. وتاني سي كيفاش ركزي على الجانب الديني اقراي القران صلي صلاتك في وقتها. المهم حبوباتكم تعرفوا كما شفتوا خياتي البيتزا جات بزاف هايله بزاف خفيفه وفي البنايه البنات واش نحكي لكم صح ما كانوش عندي زيتون ما كانوش عندي بزاف عفايس مي معليش قلت نديرها ولا غير شهيناها الحمد لله اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ولهنا حبوبات حبيت نشارككم بعض المشتريات كنت شريتهم كنت شريت هاد لي سيختات عجبوني بزاف شحال عندهم هما في خاطري 91000 كنت ديت هاد لاكولور في النوار شوفوا خياتي شحال شابين سورتو هذا الدالي عقلي شوفوا على بكم يا البنات كي تلبسوا جو بزاف شابين وبزاف كلاس. ودي تاني في لاكولور بلون صراحه يا البنات انا نحب هاد لي ساكسيسوار كيما على بالكم كي تلبسوهم يزيدوا النص في المره على بالكم خياتي انا اختي جوجو عندنا نفس الذوق الوغ كي تخرج تلقى حاجه هكذا وتعجبها تقول لي بلي اسكو نشري لك وكي خرجت لقاتهم وعجبوها قالت لي بلا غير شريتهم وقلت ان شاء الله برك يعجبوها. قلت لها يخ كي شفتهم يا البنات عباكم باللي فرحت قلت المزيان اللي شريتهم لي فوالا خياتي انا دائما كي تخرج اختي ولا تلقى حاجه على بالها زعما الكو ديالي الوغ تشري لي هكذا العفايس لي على بالها بلي انا نحتاجهم ولا زعما لي موصيتها عليهم. على بالكم كي يكون عندكم دراري شحال صعيبه باش تخرجوا زعما هكذا ولا تروحوا للمارشي تشرو كاش حاجه والله والله يا البنات غير بزاف واعره دونك الحاجه هكذا اللي نحتاجها ولا نوصي عليها خياتي هما اللي يشرو لي اغلب الوقت غير اذا كانت حاجه لازم انا نخرج باش نشريها. فوالا حبوبات هادو هما كانوا المشتريات تاعي تاع اليوم ان شاء الله يكونوا عجبوكم. لهنا حبوبات لحقنا نهايه الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتخلوا لي تعليق محفز على بالكم يا البنات اللايك ديالكم هو اللي يحفزني باش ندير لكم فيديوهات. شوفوا خياتي لا كولور تاع هاد الغوج على لافغ جاي في المات وجاي لا كولور تاعو بزاف شابه كي ديروها تبان طبيعيه ميم هاد الفيرني دايور كان عندي واحد في هاد لا كولور وخلاص لي على بها شريت واحد اخر. لهنا حبوبات لحقنا نهايه الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم نحبكم.